ان شاء الله هنعمل مع بعض الباستا فلورا بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الباستا فلورا بطريقة سهلة جدا واقتصادية. المقادير اللي معايا 3 كوبايات دقيق، ربع معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، كيس فانيليا، بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، كوباية سمنة، كوباية الا ربع سكر بودر، ومعلقة كبيرة خل أبيض. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هنزل معلقة كبيرة بيكنج باودر وربع معلقة ملح على 3 كوبايات دقيق، وأقلبهم كويس جدا وأخليهم على جنب. هجيب بولة هنزل فيها كوباية السمنة وهنزل عليها كوباية الا ربع سكر بودر، وهضربهم كويس جدا بالمضرب الكهرباء لحد ما لونهم يبيض. لو مفيش مضرب كهرباء هنضربهم بالمضرب اليدوي لحد ما لونهم يبيض. ضربت السمنة والسكر كويس جدا لحد ما لونهم يبيض. هنزل عليهم ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ وكيس فانيليا ومعلقة كبيرة خل أبيض. وهضرب كويس جدا لحد ما القوام يبقى كريمي. ضربت الخليط كويس جدا لحد ما بقى كريمي زي ما انتم شايفين. هنزل بثلاث كوبايات الدقيق اللي ضفت عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، وهلم العجينة. احنا متفقين ان المعجنات هي بس اللي بتتعجن، اما الحلويات بنلم العجينة فيها. يعني مش هعجن، هلم العجينة بس. خلاص لميت العجين زي ما انتم شايفين، العيار مظبوط جدا. هقسمها للتلتين والتلت، التلتين هفردها في الصينية والتلت هشكلها على وش الصينية. هجيب الصينية الكبيرة دي، صينية البيتزا الكبيرة، هفرد فيها العجينة بدون اي مادة دهنية عشان العجينة فيها سمنة. هفردها على الاخر. الحشو بقى زي ما تحبوا، انا هستخدم مربى فراولة. عايزين تستخدموا قطع فواكه او نوتيلا براحتكم. هفردها على الاخر. خلاص فردت العجينة في الصينية كلها. هجيب شوكة وهخرمها عشان العجينة ما تنفخش في الفرن. هخرمها كلها وبعدين هنزل بالحشو. خلاص خرمتها، هفرد الحشوة. معايا مربى فراولة، اي مربى تحبوها او فواكه او نوتيلا. هفردها كويس. بعد ما فردت المربى زي ما انتم شايفين، هفرد قطعة العجينة اللي فاضلة معايا وهقطعها شرايط واحطها على وش الباستا فلورا. لازم افردها على كيسة، افردها على كيسة على الاخر وهقطعها شرايط. فردتها على الاخر، هقطعها شرايط رفيعة وهرصها على وش الباستا فلورا.
الشكل اللي يريحكم. المنظر ده نعملها مربعات، نعملها بالورد، الطريقة اللي تريحكم. رصيتهم بالعرض، هرص بالطول شرايط تانية. بأي طريقة بقى تحبوها. نخلصها كلها وبعدين هوريها لكم. خلاص شكلت صينية الباستا فلورا، هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة أو لحد ما تحمر الحروف بتاعتها. هطلعها على طول وهوريها لكم. أهو يا حبايب قلبي، الباستا فلورا بعد ما طلعت من الفرن قعدت في الفرن نص ساعة على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. أول ما احمرت الحروف طلعتها على طول. هو ده شكلها. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل الباستا فلورا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.